يدخل ابراهيم عبد الخالق الان في هذه اللحظات تم التبديل بهاء عبد الرحمن على المرمى مباشره يا بهاء يلا يلا يا بهاء يلا يلا يا بهاء يلا يلا يا بهاء يلا وجول جول 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 لعبتك يا بهاء لعبتك يا بهاء لعبتك لعبتك يا بهاء لعبتك نعم 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 بهاء عبد الرحمن يدخل التاريخ يدخل التاريخ من اوسع الابواب يدخل التاريخ بهدفين من ركلتين ثابتتين بمرمى الزمالك المصري هنا في عمان بهاء عبد الرحمن والاحتفال بهاء عبد الرحمن بهاء عبد الرحمن شوف لا يمكن ان تخطئ لا يمكن ابدا على الاطلاق لا يمكن ان تخطئ بهاء عبد الرحمن في هذه المنطقه الشباك شوف الهدف وينظر كنجم فقط فقط يتابع الكره بانظاره كره بهاء عبد الرحمن يدرك الفيصلي التعادل بهدفين هدفين تعود المباراه من جديد في اخر خمس دقائق من هذا اللقاء الكبير والعريق في لقاء العراقه في لقاء التاريخ في لقاء الزعامه في لقاء